عمل زيارة مهمة، ودايما هو ده الشغل. رئيس الوزراء النهاردة قال رسائل ايه هي في العاشر من رمضان؟ زار 5 مصانع. رئيس الوزراء اتكلم على الصناعة، هو ده الموضوع. هي دي تقوم البلد بالصناعة، تقوم مصر بالصناعة. خلاص كفاية السيرات، صنع في بلدنا، ننتج في بلدنا. النهاردة راح لمصانع يدوب لسه من سنة واخدة الأرض، من سنة النهاردة بدأوا يشتغلوا، بدأوا النهاردة يصنعوا. وبتكلم على ايه؟ على شركات صينية عملاقة، هاير الصينية، واحدة من أكبر شركات في العالم، مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان، استثمارات كبيرة جدا. ومعايا طبعا المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة رئيس تنفيذي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. عمل رئيس الوزراء النهاردة دكتور مصطفى مدبولي هذه الجولة، مصنع أو مجمع هاير. هاير النهاردة بتتكلم على أجهزة منزلية، بتتكلم على علامة تجارية هي الأولى في العالم موجودة عندك النهاردة في العاشر من رمضان. أخذوا رخصة ذهبية وبدأوا يشتغلوا، وتبدأ تشتغل النهاردة وتشوف الأجهزة المنزلية اللي موجودة والتصنيع والإنتاج المحلي وصنع في مصر. المجمع ده طبعا نتكلم على آلاف العمالة المصرية اللي هي بتشتغل. طبعا عندهم حاليا استثمارات بتتجاوز 135 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر، استثمار من الخارج، تمويل من الخارج. نتكلم على مراحل مختلفة، إنتاج كبير جدا سنويا، أكثر من 1 مليون وحدة طاقة في السنة، أكثر من 1 مليون وحدة في السنة، منها 30% للتصدير و70 لتغطية احتياجات السوق المحلي. لأن الشغل النهاردة، شغل النهاردة أنا عايز أغطي احتياجاتي السوق، ما أنا خلاص عايز أوقف. ما طول ما أنت عندك ده تنتجه هنا وتصنعه هنا، هوقف الاستيراد، وبالتالي بالعكس هيبقى عندي جزء أصدره، يبقى أنا جزء كبير جدا من العملة الصعبة اللي كنت بقى عايز أستورد بيه مش عايزه، بالعكس وأنا بصدر يبقى بجيب عملة صعبة. هو ده الشغل اللي بيتكلم عليه النهاردة رئيس الوزراء، هو ده العمل اللي موجود على الأرض. وبنتكلم على النهاردة واحدة من أكبر شركات اللي موجودة في العالم، اللي هم كمان عايزين طبعا شغل أكتر، وعايزين مصانع أكتر. بيكو، بيكو كمان دي واحد أيضا من الشركات والمصانع العملاقة، أيضا أجهزة منزلية. شوف رئيس الوزراء النهاردة عينه على إيه، جولته على إيه، ما أنت ده بتستورده، طب أنا النهاردة بصنعهولك. وبيكو استثمارات تركية طبعا أكتر من 100 مليون دولار في هذا المصنع. والشركة بتتكلم على، وهم بيشرحوا رئيس الوزراء النهاردة، تصدير 60% من إنتاجهم للأسواق العالمية، وتوفير أكتر من 2000 فرصة عمل من المصريين. وبالتالي بتتكلم النهاردة على خطوط إنتاج مختلفة، بتتكلم على بوتاجاز، بتتكلم على العديد من عمليات الصناعة وتوطين الصناعة في مصر، التصدير للأسواق الخارجية. وطبعا النهاردة لما بيكو كمان تصدر لأوروبا أو تصدر لإفريقيا أو تصدر لشرق الأوسط، صنع في مصر. كل اللي قدام حضرتك ده صنع في مصر، راح السويدي بعد كده، دولة رئيس الوزراء طبعا ومجمعات السويدي. أخذ هذه الجولة المطولة النهاردة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. وبعد كده كمان راح مصانع فريش أيضا، عمل جولة بعد السويدي، وأخذ جولة طبعا في مصانع السويدي في العاشر من رمضان. ثم بعد ذلك عمل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة أيضا جولة في، دي لسه مازال رئيس الوزراء في مصانع السويدي، وطبعا بيشوف طبعا الانتاج. السويد عندهم مجمع صناعات كبير جدا في العاشر، السويد واحدة من الشركات الكبيرة جدا، لها تواجد كبير جدا ولها اسم كبير جدا حتى في افريقيا. يعني واحنا يمكن في غانا السويدي موجودة هناك، اكتر من شغل يدوس 50% من عمل وانارة وغيره وشغل خاص بالكهرباء في غانا تحديدا. بكلمكم على دولة زرناها مع النائب محمد أبو من شهر كده، بيتكلموا على كله شغل السويدي، 50% من شغلهم هناك، منتشرين جدا في القارة الإفريقية وعندهم طبعا وفي الشرق الأوسط. وبالتالي جولة مهمة قام بها رئيس الوزراء النهاردة، هي دي الصناعة. أنت حلك النهاردة، حل البلد النهاردة الصناعة، الأولوية اليوم للصناعة والإنتاج. انتج، صنع، شغل الناس،
السوق المحلي صدر، هات فلوس، ادي فريش. عمل كمان مصنع فريش، فريش الكتريك للاجهزه المنزليه. بقول لكم النهارده الاهتمام بالاجهزه المنزليه، ودي طبعا واحده من المصانع المصريه الكبيره جدا في العاشر من رمضان، وعندهم طاقه انتاجيه اكثر من 600,000 غساله في السنه، وعندهم قرابه 1200 1500 واحد بيشتغلوا. ورئيس الوزراء طبعا خد جوله داخل مصانع فريش زي ما حضراتكم بتشوفوا طبعا، ولها طبعا علامه تجاريه كبيره جدا، وشركه من الثمانينات بتشتغل، وطبعا عندهم طاقه انتاجيه كبيره جدا، وعندهم اجهزه جميع، عندهم طبعا دعموا خطوط انتاج جديده باكثر من 8 مليون دولار، عندهم طبعا اجهزه منزليه متميزه للغايه خاصه ببوتاجازات، ثلاجات، غسالات، سخانات، اجهزه تكييف، مراوح، مبردات هواء، اجهزه منزليه، مواتير، مواد تعبئه، يعني عندهم فريش، عندهم مجموعه كبيره جدا من الاجهزه وال يعني الصناعات والمتميزه الاجهزه المنزليه، ان هم بيشتغلوا في هذا المجال، واحده من الاسماء الكبيره في مصر. ورئيس الوزراء ادار حوارا مع مجموعه من العاملين والعاملات في المصنع، ومنهم كانوا بعض ذوي الاحتياجات الخاصه في مصانع فريش في العاشر من رمضان، وطبعا انتاجهم متميز للغايه، لديهم جوده متميزه جدا، فريش واحد من المصانع الكبيره جدا والاسماء الكبيره جدا في مصر، وعندهم كمان تجربه ايضا للتصدير للمنطقه والشرق الاوسط. وطبعا رئيس الوزراء ايضا استمر في زيارته النهارده مصنع يوتن للدهانات، ايضا ده واحد من المصانع الضخمه عالميا، هي شركه عالميه نرويجيه لكن بدات في الشرق الاوسط، ربما في دوله الامارات العربيه، النهارده موجودين عندنا بقالهم عده سنوات في مصر، وعندهم استثمارات ايضا، مصنع استثمارات بتتجاوز 100 مليون دولار. وطبعا رئيس الوزراء اخذ جوله مع داخل هذا المصنع، وطبعا استمع الى شرح عن التطوير اللي بيتم في هذه المصانع والعلامه المتميزه في مجال الدهانات. رئيس الوزراء بعد ذلك طبعا عمل مؤتمر صحفي او تصريحات بالادق المعنى الدقيق، يعني رئيس الوزراء تحدث ايضا خلال اللقاء لتصريحات عقب هذه الجوله، وهي جوله ايضا بتطمنا على بلدنا الفتره الجايه هتبقى ايه. انت النهارده بدل ما انت بتتكلم النهارده رئيس الوزراء اتكلم على رقم مهم جدا، اتكلم مع دكتور مصطفى مدبولي على احنا بنتكلم، يقول لك التصدير النهارده حوالي 43 مليار دولار، قال ان شاء الله في الست سنين اللي جايين وفق خطه، يعني مش بيقول كلام انشا، لا بيقول عندنا خطه هنصل الرقم ده، هيبقى 145 مليار دولار عام 30، يعني بعد ست سنوات من دلوقتي. دوله رئيس الوزراء قال كده النهارده، الخطه اللي احنا حاطينها اللي شغالين عليها هو ده، ما هو ده الشغل، ده هي دي المصانع اللي انت بتديها النهارده برخصه ذهبيه وبتشتغل على طول وبتوفر لهم احتياجاتهم، وعايزين توسعات، يعني في النهارده احد المصانع النهارده طلب توسعات، على طول رئيس الوزراء قال لهم فورا خصصوا الارض، يلا اشتغل، اي حد عايز يشتغل يشتغل، وفر للصناعه المصريه والصناعات اللي جايه لك كمان، الانتاج اللي جوه مصر والمواد الخام توفرها، اعمل صناعه جوه، انتج جوه، انتج، توفير. احنا سوق الاكبر يا جماعه في منطقه الشرق الاوسط، 100 مليون 106 مليون وفي 10 موجودين، 115 مليون عايشين على ارض مصر، انت متخيل يعني ايه حجم السوق المصري قد ايه؟ فانت النهارده محتاج قد ايه؟ محتاج ان انا السوق المحلي ثم اصدر، ولكن النهارده عندك الاولويه زي ما قال رئيس الوزراء للسوق المحلي، احتياجات المصريين احتياجاتهم، بدل ما انا كنت بتعب وادبر دولار واجيب، لا انا موجوده الحاجه عندي بصنع، باخد التكنولوجيا وتوطين الصناعات اللي من النوع ده اللي احنا محتاجينها، انه دي خلاص مصانع اتعملت عندك، المصانع دي اتعملت، هي دي النقله اللي البلد شغال بيكو، لما يبقى موجود عندك بيكو، واحده من الشركات الكبرى بالمناسبه ايضا، على فكره دي واحده من اكبر الشركات التركيه اللي عندها حجم صادرات في تركيا، في من اكبر الشركات التركيه للتصدير، دخل عمله صعبه لتركيا الشركه ديت، او المصانع، هذه المصانع اللي هي علامه ايضا كبيره، علامه تجاريه كبيره بيكو، وطبعا لها رعايه مع اكبر انديه في العالم، وبالتالي طبعا هذه الاسماء لما تبقى موجوده هنا
ورئيس الوزراء النهارده عامل الجوله دي كمان لما يشوف الانتاج. خلي بالكم انت بتتكلم على سنه، من سنه، من سنه كان الكلام ده مش موجود، من سنه بتاخد ارض وبتعمل وبتستورد وبتجهز الحاجات دي كلها وتجهز المعدات وتعمل تشغيل على مدار الوقت، وتيجي النهارده زي ما وعدوا قالوا ان احنا هيبقى عندنا اول انتاج مع بدايه مارس، يحدث بالفعل حسب الخطه اول انتاج ليهم بدايه مارس وحدث. يبقى الناس دي زي ما وعدوا، انا بتكلم على الكل، بيعد انه انتاجها هيبقى في كذا يبقى في كذا، يبقى هنا المصداقيه. ماذا قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهارده في جوله بعد جوله في العاشر من رمضان؟ خلي بال حضراتكم، الصناعه، المناطق الصناعيه، المصانع، نزور المصانع، نتكلم مع الناس زي ما رئيس الوزراء بيعمل كده، له كل التحيه، عشان ايضا ندي الرساله القويه جدا لقطاعات الصناعه في مصر بالكامل. الصناعه النهارده هي رقم واحد، الاهتمام بالصناعه النهارده وكل القطاعات الانتاجيه النهارده الاهتمام رقم واحد. خلاص كفايه بقى استيراد، كفايه استيراد، كفايه كفايه، نقعد بقى نعمل شغلنا بس اللي علينا، الواجب اللي علينا احنا دلوقتي ايه؟ نشتغل، نشتغل. بلد دي محتاجه الشغل، محتاجه الشغل 24 ساعه. عندنا رئيس مصر 10 سنين لا ينام، الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 10 سنوات ما بينامش، بيشتغل عشان البلد، عشان يوصل البلد دي النهارده. اللي النهارده هنستعرض النهارده البلد دي كانت فين وبقت فين وان شاء الله رايحه فين، اللي هو بعد على طول هنتكلم عنه بعد قليل. البلد كانت رايحه فين؟ رايحه فين؟ نتابع الدكتور مصطفى مدبولي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الحقيقه انا بشرف بزياره في مدينه العاشر من رمضان. يمكن زرنا مدينه العاشر اكثر من مره، وكانت اخر مره يمكن منذ حوالي 3 شهور. النهارده الحقيقه انا بشرف برفقه طبعا معالي وزير الصناعه والتجاره الخارجيه والسيد الرئيس التنفيذي لهيئه الاستثمار، والحقيقه قمنا بزياره 5 مصانع النهارده موجودين في منطقه العاشر من رمضان. والحقيقه يمكن انا عايز اعبر عن سعادتي الكبيره جدا بالزياره اللي تمت النهارده، لان الحقيقه في مصنعين من المصانع اللي احنا زرناهم، المصنعين دول كبرى شركات العالم في انتاج الاجهزه المنزليه، شركه هاير وشركه بيكو، والاثنين دول منذ اقل من عام ما كانش في اي حاجه خالص، هم مجرد استلموا ارض في المدينه. النهارده بعد اقل من عام بداوا التشغيل التجريبي، انشاوا المصنع بالكامل، وبنتكلم على مصانع المساحه بتاعه المصنع لا تقل عن 60 او 70 الف متر كمرحله اولى اللي عملوها في اقل من عام. والنهارده هذه الشركات العالميه بوجودها في مصر هي رساله ثقه كبيره جدا في الوضع السياسي والاقتصادي للدوله دي، اللي يخلي شركات بهذا الحجم الكبير جدا انها تقرر انها تفتح مصانع، مش مصانع انها تخدم مصر، ولكن مصانع اقليميه هدفها انها تغطي جزء من احتياجات السوق المحلي وكمان تصدر للخارج. الشيء المهم جدا يمكن حضراتكم بدانا في مصنع هاير انه بيتم انتاج لاول مره في مصر وحدات التكييف المركزي. والوحدات دي يمكن من 4 شهور او 3 شهور لما انا كنت بزور المصنع ولسه هم بينشئوه، طلبت من رئيس الشركه بصوره رسميه ان هذا المكون او هذه الصناعه يبقى موجود. هم كانوا بيتكلموا على التكييفات المنزليه. فورا النهارده الحقيقه وراني الخط الانتاج اللي هيبدا بالفعل او بدا بالظبط التجارب التشغيليه، وهيبقى ان شاء الله على شهر 5 بينتج فعلا وحدات التكييف المركزي. الاهم ان انا طلبت منه ان يبداوا ينشئوا وحدات التكييف العملاقه اللي هي بتخدم على مباني كامله، او الوحدات اللي احنا بنسميها التشيلرز. وان شاء الله برضو يعني هيتم تخصيص ارض ليهم، وهيتم تنفيذ هذا المصنع خلال هذا العام عشان برضو يخدم مصر ويخدم العالم كله. الشيء المهم جدا في الرساله في هذا الموضوع، وده اللي احنا دايما بنتكلم عليه، مصر مستقبلنا الكبير جدا لضمان استقرار نمو الاقتصاد وعدم التعرض مرة أخرى لأي اضطرابات خارجية من شأنها أنها تؤثر علينا، لابد أن تعتمد على القطاعات الإنتاجية. وعشان كده يمكن إحنا محددين 4 قطاعات رئيسية يعتمد عليهم الاقتصاد المصري في خلال المرحلة القادمة: الصناعة
والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. لكن أنا هنا يمكن هتكلم معلش ومنحاز شوية للصناعة. أعتقد هي الفترة القادمة هو دور الرئيسي لقطاع الصناعة في مصر. إحنا كدولة وكحكومة شغالين مع هذا القطاع بقالنا فترة، على الرغم من كل المصاعب والتحديات اللي بتواجه الدولة وتحديات غير مسبوقة في الثلاث أربع سنين اللي فاتوا، ولكن مع الإصلاحات اللي اتعملت ابتدينا النهاردة نشوف ثمارها بتظهر في المصانع الجديدة اللي موجودة والنمو الكبير للقطاع الصناعي اللي احنا موجودين فيه. أنا عايز بس تاني أرجع وأقول إن احنا زورنا النهاردة ثلاث مصانع معنيين بإنتاج الأجهزة المنزلية. الشيء المفرح إن هذه المصانع كلها بتعمل مستوى إنتاج على أعلى مستوى، بتصدر للخارج، عندها تحالفات مع كبرى شركات العالم في الإنتاج، إذا ما كانتش هي نفسها شركات عالمية، ولكن زي مصنع زي فريش النهاردة بيتعامل مع البراندات الكبيرة وبينتج لها كمان وبيصدر للخارج. سبيلنا الوحيد لضمان استقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية إن احنا نزيد من مواردنا المستدامة. ومرة تانية هتكلم على قطاع الصناعة، الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة هي الأساس للفترة الجاية. المصنعين الآخرين اللي احنا زرناهم طبعا مصنع جودن للبويات، وده برضو ما شاء الله بيصدر لكل أنحاء العالم، والقلعة الصناعية الكبيرة جدا اللي احنا موجودين النهاردة فيها وبنعمل المؤتمر الصحفي، قلعة السويدي ومصانع السويدي الخاصة بإنتاج المحولات الكهرباء، واللي شفنا فيها الحقيقة مستوى إنتاج عالمي، وكل المحولات اللي شفناها في الداخل كانت كلها بغرض التصدير لدول المنطقة كلها، منطقة الشرق الأوسط، وهناك يعني كمان الحقيقة مستوى من المنتجات اللي هيتم بعد كده لاحقا حتى هيتم تصديرها لأوروبا. فهنا العودة مرة أخرى، الدولة النهاردة علشان الإيمان الكامل بقطاع الصناعة بدأنا بموضوع الرخصة الذهبية، وهو ده اللي يمكن بيمكن الحمد لله النهاردة شركات زي هاير وزي بيكو ان هم قدروا ان المصنع يطلع في اقل من سنة ويبقى شغال وبيتحرك وبياخد المرافق وبتطلع له رخصة التشغيل، وبقينا النهاردة قد نتكلم معهم على مصنع واثنين وثلاثة وعشر، لان خلصنا ويسرنا الاجراءات الكاملة في اصدار التراخيص، بنديلهم الارض بصورة مباشرة، بنتحالهم كل هدفنا، وبتابع بصورة شهرية موقف الانشاءات وموقف التنفيذ، ولو بيحصل فيه اي اعاقة مثلا او فيه اي مشاكل تخص ادخال المكن والمعدات بنحلها على طول. هو ده سبيلنا الوحيد علشان نقدر يعني نحل ونتقدم بسرعة كبيرة جدا في قطاع الصناعة. ده اللي انا عايز اتكلم عليه، لان دايما اللي بيتساءل كنا بنسأله ودايما بنتسأل فيه، حضراتكم تتذكروا في الزيارة اللي فاتت من 3-4 شهور يعني كنت جوه مصنع وقلت ان ان شاء الله الازمة بتاعت الدولار اللي احنا بنواجهها هي ازمة عابرة واحنا هنتخطاها. وساعتها يمكن لما اتقالت الكلمة دي يعني تم توجيه بعض النقد للكلام ده واتقال لنا انت هو فين الحلول، طب وانتوا فين الرؤية. وعايز اتكلم هنا، ما ينفعش نطلع واحنا بنشتغل على يعني صفقات كبيرة وشغل كبير واتفاقيات مع مؤسسات عالمية ان احنا بنطلع ونقول احنا بنشغلين، لازم الاول حاجات زي كده تخلص وبعد كده بنطلع نعلنها. عشان كده ده اللي انا بأكد عليه، يعني لما اتكلمنا ساعتها وقلنا ان شاء الله الامور دي هتعدي وهذه الازمة هتعدي، كان في واحنا شغالين على هذا الموضوع، وده اللي انا بأكده النهاردة. الدولة ويمكن فخامة الرئيس قالها في اكتر من مناسبة ان احنا الحمد لله الامور في سبيلها للتحسن وان شاء الله هتتحسن افضل وافضل في خلال الفترة الجاية. انا بتابع مع سيد محافظ البنك المركزي بصورة يومية التدفقات بتاعت العملة، والحمد لله يا رب الامور رجعت لطبيعتها. ما زال قدامنا فترة عشان نضمن تاني، وزي ما انا قلت الموضوع مش ان احنا خلاص اتحلت الازمة، احنا قدامنا لغاية نهاية هذا العام عام 24 لازم نشتغل بكل الجهد علشان نضمن يعني ان استكمال كل المسارات الاصلاحية وتعود الامور الى سابق طبيعتها في هذا الشأن. عشان كده احنا عينينا على كل الموارد اللي تقدر انها تجيب لنا يعني دولار، وازاي نرشد في نفس الوقت الانفاق ونقلل من الفجوة الدولارية. الفجوة الدولارية مش بتقل غير لما بنزود انتاجنا المحلي ونعمقه ونزود صادراتنا. فالموضوع لان دايما سئلنا طب انتوا طب الحمد لله نجحتوا على المدى القصير
في حل الأزمة من خلال بيع بعض الأصول والاتفاقيات اللي تمت مع المؤسسات الدولية. فين الرؤية؟ الرؤية في الملح احنا واقفين فيه النهاردة بنتكلم. الرؤية ازاي ان انا اخلي قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة النهاردة ينطلقوا انطلاقات كبيرة جدا، لان باعتبارهم دي اولا بيعملوا بيخلقوا اكبر عدد من فرص العمل، بيتوائموا مع امكانيات شبابنا، وعندنا فرص فيهم كبيرة كدولة وتقدر انها تخلق لنا موارد دولارية. انا عايز اقول لحضراتكم الهدف بتاعنا بارقام متحفظة. احنا النهاردة بنتكلم على حجم صادرات في مصر حوالي 53 مليار، مش كده معالي الوزير؟ السنة اللي فاتت ما زادتش بصورة كبيرة نتيجة للأزمة الكبيرة، لكن النهاردة مع الخطة اللي احنا كدولة نشتغل عليها ونقدر بنقول احنا شغالين عليها، اللي بتستهدف نسبة نمو في صادراتنا سنوي ما بين 15% لـ 20% طبقا لكل قطاع، كل قطاع بظروفه. في قطاعات تقدر انها تنمو ب 10 و12 و15، وفي قطاعات ممكن تنمو اكتر من 20%، لكن لو هتكلم في متوسط من 15 لـ 20%، يبقى معنى كده ان سنة 2030 اللي هي كمان 6 سنين هيبقى صادرات مصر تتجاوز ال 145 مليار دولار. احنا هنا مش بنتكلم على حلم، احنا بنتكلم على خطة وازاي نستهدف كل القطاعات اللي تقدر انها تنمو بهذه النسب سنويا عشان نقدر نحقق هذا المستهدف. عشان كده لما بقول لحضراتكم يعني الرؤية اللي موجودة مش فقط ان احنا بنتكلم على حاجة على المدى القصير، ولكن بنتكلم على مدى متوسط اللي هو الـ 6 سنين الجاية، ازاي الدولة المصرية تحل مشكلتها وازمتها وتكون قادرة فعلا على تأمين احتياجاتها الاساسية من العملة الصعبة، بحيث ما تتعرضش مرة اخرى للأزمة اللي احنا كنا موجودين فيها الفترة السابقة. احنا حاجة مهمة جدا في قطاع الصناعة ايضا في كل المجالات، احنا كنا موجودين من يعني يومين في مجلس الوزراء وبنشهد توقيع عدد اخر من العقود الكبيره في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس مع كبرى الشركات العالميه اللي جايه تستثمر بمليارات الدولارات في مصر، وهتخلق عشرات الالوف من فرص العمل. ده اللي انا باكد عليه مره اخرى، شغلنا الشاغل الفتره القادمه الصناعه وبقيه القطاعات الانتاجيه. يمكن حضراتكم تابعتوا احنا امبارح الحمد لله مجلس اداره صندوق النقد الدولي يعني وافق على البرنامج المصري بصورة نهائية، وتم رفع طبعا البرنامج من 3 إلى 8 مليار دولار. الدفعة الأولى إن شاء الله هتوصل الأسبوع القادم أيضا، وإن شاء الله طبعا إحنا بنستهدف إن الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة هتدخل على بداية شهر مايو. فالدولة والحكومة مع البنك المركزي إحنا مأمنين إن شاء الله كل الاحتياجات الدولارية عشان القطاعات الانتاجية تنطلق بقوة. وزي ما اكدت مرة واثنين وتلاتة، اولوياتنا تلبية الاحتياجات الاساسية وايضا مستلزمات الانتاج والمواد الخام. السلع الاستهلاكية والحاجات اللي تمت الصنع هتبقى لها اولوية متأخرة، لان هدفنا التركيز الشديد على الصناعات والأنشطة اللي تقوم الاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة. وإن شاء الله طبعا حضراتكم تابعتوا برضو التوقيع مع الاتحاد الأوروبي وما تم إعلانه من البنك الدولي من حزم، فبنتكلم إن شاء الله في حزم من العملة الصعبة اللي تؤمن إن شاء الله الاقتصاد المصري. أنا بتابع آخر حاجة طبعا منذ يعني جلستنا الأخيرة مع اتحاد الغرف ومع كل أصحاب المصانع والسلاسل التجارية موضوع انخفاض الأسعار، شغالين بصورة معقولة. طبعا أنا بتابع لغاية النهاردة الحقيقة الصبح مع رئيس اتحاد الغرف كان في مكالمة عشان أتأكد منه من التنفيذ على الأرض، وبنتابع من خلال الأجهزة المعنية في الدولة رصد لهذا الموضوع. وتاني أنا بأكد ياريت المواطنين برضو يتفاعلوا معانا ويبلغونا أولا بأول من خلال كل قنوات الاتصال بالأسعار وإيه اللي بيحصل في موضوع الأسعار عشان نتابع، لأن احنا كلنا بنستهدف إن شاء الله الأسعار تنزل وتنخفض ويبدأ فعلا المواطن يحس حقيقة بنتائج وتبعات الخطوات اللي قامت بها الدولة في خلال الأيام القليلة الماضية. مرة أخرى يعني أنا بشكر حضراتكم بصحبتنا في هذه الزيارة المهمة، ودايما الواحد لما بيزور هذه القلاع الصناعية بيبقى في منتهى السعادة ومنتهى التفاؤل إن المستقبل القادم لمصر أفضل بكتير بإذن الله. وإن شاء الله وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا على أبواب العيد الفطر المبارك، وكل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. شكرا.